مشكلته ان هو مش بس ارتفاعه هو الخطر، بس ارتفاع التمثيل والخطر ده مفهوم برضه لازم نحسسه من الكتاب ده، لان احنا ساعات بنكتب دواء كوليسترول للمريض والكوليسترول اللي بيبقى في المعمل مش عاليه، ممكن يقرا في المعمل رقم يبقى نورمال، ده ليه في كتب يعني الكوليسترول؟ لان احنا ما بنعالجش رقم الكوليسترول في المعمل، لاننا بنعالج عوامل الخطوره على المريض. يعني انا لما اكون شاب عندي 30 سنه ودخل على 200 ريال في اليوم، او اكون واحد عندي سكر او عندي عامل وراثي من امراض الانسولين، هنا الكوليسترول عندي في الدم هيبقى من نوع من الخطر اللي ممكن يتوسط في التوازن واللي يزال له علاج حتى لو كان الرقم مش عالي. دي نقطه لازم نهتم بيها، الفكره مش فكره رقم معدني، وانما فكره طريقه الخطوره بتاعتي. انا عندي كام سنه؟ ثلاثه ولا مرتين؟ عندي سكر؟ عندي رقم؟ عندي وراثي؟ الدكاترة عامل دي موجودة عندي. أنا هنا لابد حتى لو الكوليسترول في المعمل طلع مش عالي هياخد عقارات يقلل الكوليسترول. تيجي سؤال تاني، طب أنا لما باكل كوليسترول الكوليسترول بيحصل. الحقيقة في دراسة جديدة على 137,000 مريض في ناحية الغذاء بس، وكان الكوليسترول في الأخير هو الأنت بس. أخطر حاجة في الأكل هي السكريات، السكريات وليس الكوليسترول. أخطر حاجة في الأكل وليس الكوليسترول. هل معنى كده اكل جلوتين انا عايز؟ طب لا، في مفاجاه بصراحه حصلنا مع الاستاذ